شهدت الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري السعودي خسارة نجران أمام الفتح، فيما خسر الرائد أمام الأهلي وفاز القادسية على الخليج، ليصبح الصراع للابتعاد من شبح الهبوط الجولة الأخيرة بين الرائد ونجران. في إنجلترا أخفق مانشستر سيتي في استعادة المركز الثالث من أرسنال بعدما تعادلا بهدفين لهدفين على ملعب الاتحاد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، لتصبح المنافسة مفتوحة بين أرسنال وسيتي ويونايتد على المركزين الثالث والرابع في الجولة الأخيرة. وفي إسبانيا حافظ برشلونة على صدارة الترتيب بعدما اكتسح سبانيول بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري، بينما انتزع ريال مدريد المركز الثاني من أتلتيكو بعدما حقق فوزا هاما على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وكان أتلتيكو قد فرط بالوصافة وخسر أمام مضيفه ليفانتي بهدف مقابل هدفين. توج أيندهوفن بلقب الدوري الهولندي بعد فوزه على زفوليا بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الختامية. وفي اسكتلندا أحرز سيلتيك لقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي بعد فوزه على مطارده المباشر أبرزين بثلاثة أهداف لهدفين في ختام الجولة 36.